أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. تتصاعد الأحداث في المياه الدولية وتبدو خطوط الملاحة في خطر، فبعد أيام من خطف سفينة تجارية في البحر الأحمر من قبل ميليشيا الحوثي، كشفت مصادر أمريكية عن تعرض سفينة شحن مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي للاستهداف من قبل طائرة مسيرة يشتبه بأنها إيرانية في المحيط الهندي. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن تلك المصادر أن الطائرة المسيرة من طراز شاهد 136 إيرانية الصنع، ونتج عن الاستهداف أضرار بالسفينة دون إصابة أي من أفراد طاقمها. في ظل تلك التحديات، قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الخطوات المتقدمة للسعودية في طريق التوصل إلى اتفاق سلام مع الحوثيين تتعرض للخطر بسبب ممارسات الميليشيا في المياه الدولية. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها من زوايا عدة. لماذا توجه واشنطن الاتهامات لطهران وتتجاهل ميليشيا الحوثي؟ وما تأثير ذلك على اليمن؟ ولماذا لا تكترث الميليشيا بمصير اليمنيين عندما تحضر المصالح الإيرانية؟ وكيف يبدو واقع التسوية السعودية التي وصفت بأنها في مراحل متقدمة؟ قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوف هذه الحلقة، نذهب لمتابعة هذا التقرير. الملاحة الدولية في خطر، وتهديد السفن التجارية يتصاعد بعد أيام من خطف سفينة تجارية في البحر الأحمر من قبل ميليشيا الحوثي. تعرضت سفينة شحن مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي للاستهداف في المحيط الهندي بطائرة مسيرة قالت عنها مصادر أمريكية إن المنفذ يشتبه بأنه إيران. ما تستند عليه المصادر بحسب وكالة أسوشيتد بريس، فإن الطائرة المسيرة من طراز شاهد 136 إيرانية الصنع. هذا الاستهداف تسبب في أضرار بالسفينة دون إصابة أي من أفراد طاقمها، لكنه يرفع المخاوف حول مسارات الملاحة الدولية في البحر الأحمر والمحيط الهندي. عادة ما يوجه الغرب أصابع الاتهام عما يجري في المياه الإقليمية الدولية من تهديدات صوب طهران، فهو يدرك أنها من تحرك أذرعها في المنطقة، من بينها ميليشيا الحوثي التي تفكر بمصالح إيران على حساب اليمنيين. اليوم باتت بحار اليمن توصف بالخطرة، وتتضاعف معها كلفة الشحن والتأمين، فضلاً عن أن تلك التوترات تقود إلى مزيد من عسكرة البحار ومضيق باب المندب تحت ذريعة حماية التجارة الدولية، خاصة أن نحو 6 ملايين برميل من النفط تعبر هذا المضيق يومياً. صحيفة الغارديان البريطانية وصفت تقديم ميليشيا الحوثي نفسها بأنها متضامنة مع فلسطين وتخوض حرباً ضد الاحتلال الإسرائيلي، هو بمثابة عروض رمزية للتضامن مصممة للجمهور اليمني المحلي. إلا أن تلك الممارسات وفقاً للغارديان تعرض التفاهمات السعودية الحوثية للخطر، وتعيق التوصل إلى اتفاق سلام، وتهدد بعودة الحرب المستمرة منذ 9 سنوات، خاصة أن ثمة رغبة أمريكية بشن هجمات على ميليشيا الحوثي، ناهيك عن الحديث بشأن إعادة إدراج الميليشيا في قوائم الإرهاب. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا، كما أرحب بضيفي من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. مرحبا بك معنا سيد إبراهيم. إذن لنبدأ من التطور الأخير، وهو استهداف جديد لسفينة شحن إسرائيلية. الإشارات أو المعلومات تدل إلى أن من قام بهذا العمل إيران. كيف يمكن قراءة هذا التصعيد أو هذا المشهد، تواتر الأحداث في المياه الإقليمية؟ أولا تحياتي لك ولجمهورك الكريم. يبدو أن هذا يقع المناورات التي تجري اليوم على الممرات الدولية وما يخص القضية الفلسطينية. للأسف الشديد كما يعرف الجميع، ميليشيا الحوثي تستقل القضية الفلسطينية وتحاول أن تجندها وتجلب تضامنا دوليا معها كأنها القوة الوحيدة التي تدافع على القضية الفلسطينية، ونحن نعرف كيمنيين أنها تحاصر اليمنيين وتقتل وتنكل بهم في الداخل. لكن الموضوع خطير جدا من ناحية أنه ممر باب المندب هو أهم الممرات العالمية، وتمر منه كثير من يعني التجارة الدولية والنفط وما إلى ذلك، وفي ظل أن هناك حروبا كبيرة في أنحاء العالم، في فلسطين، في أوكرانيا وغيرها،
والعالم الغربي بحاجة إلى كثير من الأمور التي تأتي من الصين ومن دول أخرى من الدول الخليجية، النفط والغاز وما إلى ذلك. فأي مناورة في هذا المكان الحساس من العالم ربما يسقط أيضا اقتصادية غربية. فلذلك الحوثيين يدركون تماما حساسية الوضع ويضغطون بهذا الاتجاه يعني. لكن الإشارة من قبل الولايات المتحدة دائما في أي تصعيد من هذا الشأن تشير دائما إلى إيران وتتجاهل ميليشيا الحوثي، لماذا؟ والله هم يعتقدون أن من يحرك حزب الله وميليشيات الحوثي في اليمن وغيرها أنها إيران بشكل مباشر، وهم يريدون التوجيه الاتهام لإيران بشكل مباشر. والسؤال الذي يضع نفسه، لماذا لا يستهدفون إيران بشكل مباشر طالما أن لديهم الأدلة الكافية، أن المسيرات وأن الأسلحة وأن التوجيهات تأتي من ظهران؟ فلماذا لا يتعامل الغرب مع ظهران بنفس الوسيلة التي يتعاملون بدول أخرى؟ يعني لماذا لا يتم استهدافها بشكل مباشر؟ إذا كانت لديهم هذه المعلومات فمن حقهم أن يدافعوا على سفنهم وعلى الممرات الدولية وما إلى ذلك. لكن هذا يعني في اعتقادي أنه أحيانا لم يعد أحد يصدق حتى بهذه المعلومات التي تأتي من عدة أجهزة دولية أو مخابراتية تتبع للغرب، لأنها في كثير من الأحيان معلومات مسربة، أحيانا تكون كاذبة، وأحيانا لا يكون فيها قليل من المصداقية، وأحيانا لا يكون لها أي مصداقية. فالأمور يعني متجهة للتصعيد في باب المندب. الحوثيون يدركون أنهم ميليشيات غير نظامية، فلذلك الغرب لا يستطيع أن يتوجه أو يحارب اليمنيين بشكل مباشر، لأن الميليشيات الحوثي لا تمثل اليمنيين بشكل كامل. بالنسبة للتوجه الأمريكي والحديث في الدوائر الأمريكية حول إعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، أليس هذا الحديث يشكل نوعا ما ضغط على الحوثيين للقبول بما يتم الحديث عنه خارطة الطريق أو خارطة السلام السعودية؟ والله أنا في اعتقادي أن هذه كلها كذبة كبرى. 10 سنوات وهم يعطونا نفس الكذبات ونفس أنه على وشك هدنة، على وشك اتفاق، هذا الطرف تمرد، ومثل ما يأتون بأن الطرف الثاني تمرد وما إلى ذلك. هذا أنا في اعتقادي أنها كلها كذبة كبرى وبيع أوهام للشعب اليمني لتحميل أطراف متناحرة على السلطة في اليمن وأجندة إقليمية. كل هذا أنا في اعتقادي تندرج تحت الدعاية الإعلامية المغرضة التي لا تؤدي لا إلى استعارة الدولة ولا إلى أمن ولا إلى استقرار في اليمن. للأسف الشديد الإدارة الأمريكية هي من أبعدت الحوثيين من هذا التصنيف، كان مصنف على أنه يعني ميليشيا إرهابية، ومن ثم تم إبعاده وتمكينه والحديث عن سلام معه وأنه جزء أصيل وأساسي من أي معادلة سياسية. فهذا التناقض الفظيع في العالم وفي مجلس الأمن وفي الدول الغربية، يعني ما أفهمه من حديثك لا يخدم إلا سيد الميليشيات التي تلعب على هذه التناقضات. تفضل. ما أفهمه من حديثك أنه لا شيء حقيقي ولا شيء ثابت، بالتالي السؤال من الذي يتحكم بهذا المشهد، من يخرج هذا السيناريو؟ والله في أجندة في الشرق الأوسط واضحة، أن الإيرانيين لديهم أجندة توسعية في المنطقة، السعوديين والخليج والإماراتيين لديهم أيضا أجندة توسعية في التحكم على كل الحرب. يبدو أنه على مضيق باب المندب وعلى الجزر اليمنية وعلى التحكم بهذا الممر الهام الذي تتصارع عليه أيضا الدول الكبرى. فهناك صراعات إقليمية وصراعات دولية على المنافذ الدولية وعلى المواقع الحساسة من العالم التي تتحكم بالاقتصاد وما إلى ذلك. فالإيرانيين جزء منه، الأمريكيين والغربيين والبريطانيين جزء آخر منه. ربما أن الروس لم يدخلوا الصين بشكل مباشر بمسألة مضيق باب المندب، لكن كل واحد يغني على ليلة. هؤلاء يتصارعون من أجل مصالحهم بعيدا عن مصالح الشعوب وما فيها مصلحة الشعب اليمني. يعني الصراحة هذا هو قائم على السلطة، على القوة، على المنافذ الدولية، على من يتحكم بشريان الحياة الاقتصادي وغيره. وهذا ما يحدث
للأسف الشديد. أما غير ذلك هو مجرد بيع أوهام للشعب اليمني وللشعوب العربية أن احنا كنا على وشك يعني إبرام صفقة سلام وما إلى ذلك، وهؤلاء معطلون. ما الذي يمنعهم من إبرام صفقة حتى ولو كانت هناك اختطاف سفينة أو مسيرات وما إلى ذلك؟ هذا كله يندرج في الدعاية الإعلامية يعني ترويض الشعوب ومن ثم بيع الأوهام لهم. نعم، يعني ما يفهم من حديثك أنه لن يكون هناك تحرك حقيقي فيما يتعلق بهذه الاستهدافات من قبل ميليشيا الحوثي، لن يتم تصنيفها كجماعة إرهابية، ولن تشن عمليات عسكرية تستهدف مراكز القوى لهذه الميليشيا أو يعني إطلاق العمليات باتجاه البحر الأحمر، لماذا؟ المسألة مسألة حساسة. أولا العالم يريد أن يكون هناك سلاما في اليمن، فلذلك استهداف اليمن أولا سيفاقم من المسألة الإنسانية، من الوضع الإنساني في اليمن. لا يمكن إلا الميليشيات أكثر، الناس يبحثون عن سلام منذ فترة طويلة في اليمن، فأي تدخل بشكل مباشر يعقد من هذه المسألة. أيضا إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف ميليشيا الحوثي في أي مكان أو أي دولة أخرى، فذلك سيقلل من فرصها أو من أن تكون جزءا من أي حل مستقبلا، أو تكون لها يعني أي تدخل في هذه المسألة. المسألة حساسة، والحوثيون يدركون تماما والإيرانيين يدركون تماما، وهم يلعبون على تلك التناقضات التي نراها، أنه الوضع حساس جدا. القيام بشيء سيعقد المسألة، وعدم القيام بشيء سيعقد المسألة من نواحي أخرى. نعم، تفضل بالبقاء. التي كان يعاني منها الشعب اليمني أن بقاء الميليشيات بهذه الطريقة لن تهدد فقط اليمنيين، وإنما مستقبلا ستهدد الإقليم والعالم، وهذا ما يحدث أمام أعين العالم اليوم. نعم، هذه النقطة مهمة التي ذكرتها سيد إبراهيم، سأعود إليك بها، ولكن هنا دعني أشرك معنا في الحديث ضيفنا الذي ينضم إلينا الآن، الكاتب الصحفي عبد الواسع الفاتكي. مرحبا بك معنا سيد عبد الواسع، بدورك أنت كيف تعلق على ما حدث مؤخرا وهو استهداف ثاني لسفينة تحمل أو يملكها ملياردير إسرائيلي؟ تدرك إيران وميليشياتها في المنطقة أهمية الموقع الاستراتيجي لليمن بالنسبة لخطوط الملاحة الدولية، وبالتالي هي تتلاعب بهذه الورقة. وللأسف الشديد الميليشيات الحوثية في صعيدها الأخير، والذي أرادت أن تسجل عدد النقاط السياسية والعسكرية، هي تصب في صالح منابي طهران. تعكس بالتأكيد لا شك على الملف اليمني من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية، ستكون هناك تكلفة باهظة على اليمنيين بالنسبة للجانب التجاري والتجارية الواصلة إلى موانئ اليمن، وستكون أيضا ستنعكس في الملف السياسي الذي كشفت الأنباء مؤخرا أن هناك نوع من الانفراج المرتقب، وبالتالي ستعقد الخطوات الراجعه لاحياء السلام في اليمن او التفريق بين وجهات النظر بالنسبه للاسرى المصانعه في الملف اليمني. وبالتالي ايران وميليشياتها تستخدم هذا المقطوره الملف اليمني بالنسبه وتنفيذات الميليشيات الحوثيه بالنسبه لخطوط الملاحه ورقه تكشف من خلالها مزيدا من النقاط بالنسبه لملفاتها المتشابكه والمعقده والمترابطه للاثر الشديد بملفات الشرق الاوسط وبادرعها في المنطقه، في اطار تسجيل عدد من النقاط لطهران في خلافاتها مع الدول الكبرى لا سيما الولايات المتحده ضمن صراع الاقطاب الدوليه الذي شهدته المنطقه في المرحله الاخيره، تقارب السعودي الصيني، التقارب ايضا او ظهور الصين كقطب مهم جدا بالنسبه ايضا نحب نشير او نود اقصد ان نشير ايضا الى ان هذه التصعيدات لها علاقه بمنظمه البريكس وما لها من ثقل جيوستراتيجي يمكن ان يؤثر على مصالح المنطقه مستقبلا، وبالتالي فان هذه التصعيدات ستعطي مبرر للولايات المتحده الامريكيه و الدول المتحالفه معها ولاسرائيل في تفتيت تواجدها العسكري في المنطقه والتدخل المباشر عسكريا
في الأراضي البعض اليابانية، يشكك وهذا سيد ما عبد الواسع، البعض يشكك في أنه قد لا نشهد أي تحرك عسكري جاد من قبل الولايات المتحدة أو فيما يتعلق بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، هي لا زالت متمسكة بذات السياسات التي تتبعها في التعامل مع هذه الميليشيات منذ الانقلاب منذ 2014. هي بالفعل وجهة نظر الولايات المتحدة لأمريكا هي ليست طبعا بعيدة كل البعد عن وجهة نظر اليمنيين، والسلام الذي نبحث عنه بعيد كل البعد عن السلام الذي تروج له الإدارة الأمريكية، وبالتالي الناحية الصحيح أن هناك تحاكم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والحوثيين، أن هناك نفاق إعلامي وتضليل إعلامي كبير، وهناك أيضا ازدواجية سياسية تمارسها الولايات المتحدة في المنطقة اليمنية في الوقت الذي ترغب فيه على الحكومة الشرعية للجنود. لكن الحليف الرئيسي للولايات المتحدة إسرائيل تتضرر مصالحه في هذه الممرات المائية المهمة، هل ما يربط الولايات المتحدة من مصالح مع الحوثيين سيتم تقديمها على الشراكة يعني المبنية منذ زمن مع إسرائيل؟ هذا الموقف يبدو متشابك. نعم هناك تشابك اكيد، المصالح الامريكيه متطابقه جمله وتفصيلا مع المصالح الاسرائيليه. نعم. وبالتالي فانه يعني اي موقف امريكي هو يصب في صالح اسرائيل، واسرائيل ايضا اي موقف تتخذه يصب في صالح الولايات المتحده الامريكيه. كلاهما لديهما وجهات نظر متطابقه بالنسبه للملف اليومي وبالنسبه للاحداث الساخنه البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر. برأيك سيد عبد الواسع، اسمح لي، يعني الآن ونحن نشاهد هذا التصعيد من قبل الحوثيين، وأيضا هناك خارطة السلام السعودية والدفع بها من قبل أيضا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، ويتم التأكيد على أنه لا بد المضي قدما في هذه الخارطة، وأيضا كما ذكرت لك هذا التصعيد العسكري من قبل الميليشيا، أيهما يرجح كفته في المضي قدما؟ هل سنستمر بالحديث حول السلام وهذه الخارطة وتقديم المزيد للحوثيين من المزيد من التنازلات للحوثيين، أم سنشهد رد فعل قوي من قبل الولايات المتحدة لربما التصنيف لهذه الجماعة كمنظمة إرهابية أو حتى رد عسكري لقمع هذه القوة؟ لا يمكن ان الاداره الامريكيه ان تتخذ موقف حازم وينعكس في صالح الشعب اليمني من صالح الشرعيه، هي تريد بقاء الميليشيات الحوثيه كمبرر لتواجدها في المنطقه وتتدخل في شؤون جيراننا اليمن ايضا، وبالتالي هي ستتجه الولايات المتحده الى الضغط على الحكومه الشرعيه في محاوله منها لايجاد تسويه سياسيه تبقي الحوثيين شوكه في حلق اليمنيين أو أيضا في خنصرة الخليج، وبالتالي لا يمكن أن نشهد موقف جاد من أو تتخذ الإدارة الأمريكية في حق إسرائيل وعفوا في حق الحوثيين. لو كانت الولايات المتحدة جادة لما استخدمت حق الفيتو أو النفط. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، نعم سيد عبد الواسع، السؤال الذي يطرح نفسه الآن، الدول الإقليمية هل تدرك ما هي مقدمة عليه في قادم الأيام، وأن هذه الميليشيات لا تسعى إلى السلام، أم أنها تستمر باتباع السياسة الأمريكية كالأعمى؟ للأسف الدول الإقليمية لا تدرك هذا الخطر الكبير، وكان هناك فرصة كبيرة للتحالف العربي والحكومة الشرعية بأن تحكم الملف عسكريا، وأتيحت أكثر من فرصة صحيح. يعني حتى قبل ما تندلع الحرب الروسية الأوكرانية كان هناك فرصة، وقبل ما اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية أعتقد أن المجتمع الدولي مهتم بهذه الحرب، ولكن للأسف الشديد تم تأجيل الحسم العسكري، وهذا كسبت منه الميليشيات الروسية وكسبت منه أيضا من ورائها إيران، وبالتالي ألجا الملف اليمني إلى جولة من المفاوضات السياسية وفي محاولة لشنعنة بقاء الميليشيات الروسية. وهذا خطأ كبير ارتكبته الحكومة الشرعية ومن ورائها التحالف العربي، وتحالف أيضا للضغوط الأمريكية والضغوط الدولية،
ورعت الملف اليمني إلى هذه المرحلة المتشابكة والمعقدة التي قضت على أو جعلت أمام اليمنيين شبه منعدمة في الانتخاب الانقلاب. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي عبد الواسع الفاتكي. أعود إليك بسؤال أخير سيد إبراهيم، كنت قد تحدثت عن أن بقاء هذه الميليشيات له انعكاساته في المستقبل سواء على الصعيد الداخلي أو حتى الإقليمي وأيضا الدولي، ألا تدرك كل هذه الأطراف خطورة ما هي مقدمة عليه الحديث واستمرار الحديث حول المسار السياسي ولا تقدم حقيقي فيه؟ العالم يدرك تماما أنه في حال عندما تغيب الدولة تحضر الميليشيات، والميليشيات هي من تخلط الأوراق، ونحن نرى ذلك اليوم يحدث أن الدول العربية على سبيل المثال في القضية الفلسطينية الدول العربية بشكل رسمي في صمت تام بينما تتحدث الميليشيات عن القضايا المركزية للأمة العربية، وهذا مشكلة خطيرة جدا يعني. وعندما تدخل الميليشيات هذه مع في حروب مع دول أخرى يكون المستهدف هي الشعوب العربية والبنية التحتية، ويتم تجويع والتفجير ومحاصرة الشعوب العربية بما فيها الشعب اليمني، رأيناها في الحرب التي قادتها ميليشيات الحوثي. للأسف الشديد هذا جزء من ربما من الحرب الإقليمية والدولية، أن تكون هذه الميليشيات وأجندتها هي من تلعب بهذه الأوراق لكي يستمر التدخل والحصار و القبضة الحديدية على المجتمعات العربية، وهذا وضحت ما يتم اليوم. عن الحديث أيضا حول جهود أو إفشال جهود السلام في اليمن، أنا في اعتقادي وضحت. أيضا هذا نقطة مهمة جدا، لأنه لا يوجد اليوم لا إطارا للسلام ولا نعرف السلام بين من ومن. عندما يتحدثون على خطة للسلام لا أصحاب الشأن بما هم على وجه الأساس الشعب اليمني لا يعرفون وضحت. عن خارطة سلام، لا يعرفون ما هي أجندتها بين من ومن، هل هي بين الحوثيين والسعودية أو غيرهم. وأعتذر لمقاطعتك لانتهاء وقت هذه الحلقة، المحلل السياسي إبراهيم قعطبي شكرا لك. ما أيضا أشكر ضيفي عبد الواسع الفاتكي الكاتب الصحفي، وأشكركم جزيل الشكر مشاهدينا على حسن المتابعة. إلى اللقاء في زوايا حدث جديد.